غايب عنكم بقى لي 3 ايام. انا عارف انتم متعودين على فيديو كل يوم، بس ان شاء الله هنرجع نكمل، هنرجع تاني كل يوم في فيديو. ال3 ايام دول بقى كانوا في ايه؟ 3 ايام دول يعني اول امبارح او اول يوم 12 بالظبط كملت 27 سنة. فالواحد كان بيخطط بقى للسنة الجديدة، وعايز اقول لكم ان شاء الله هتكون بداية مثالية. وهي كانت بداية مثالية بالفعل، لان اول حاجة ان الواحد يعني ايه طلع من حياته بقى الناس اللي هم كانوا بيمثلوا عليه الحب، يعني القريب مني عارف انا اقصد ايه. وانصحك جدا انك تعمل ده، فلتر اللي حواليك وشوف مين اللي يستحق انه يفضل في حياتك ومين لازم تخرجه. طيب ايه موضوع بقى الفيديو؟ ان شاء الله يعني انا في ال3 ايام اللي فاتوا كنت قاعد بظبط الدنيا بقى وبخطط لكم كده، الشغل هيعجبكم ان شاء الله، هيبقى في مزيكا بقى من تأليفي وحاجات هتنزل قريب. يعني تابع القناة وفعل الجرس، الجرس مهم. ولو مفعل الجرس ومبيوصلكش اشعارات الغي التفعيل وارجع فعله تاني، عشان ساعات اليوتيوب بيخرف كده. فاستنوا بقى حاجات يعني قوية الفترة اللي جاية. ونبدأ بقى بأول حاجة، وهي ان احنا هيكون لينا موقع. انا اشتريت الدومين بالفعل، اللي فاهم في المواقع في الكلام دي هيعرف انا بتكلم عن ايه. اشتريت الدومين بالفعل وهيكون violinschool.art. ده موقع يعني بإذن الله هيكون أكبر أكاديمية تعليم كمانجا وأكبر موقع متخصص في أي حاجة ليها علاقة بالكمانجا. الموقع ده بقى هتلاقي عليه كل حاجة تتخيلها وما تتخيلهاش، من أول الدروس لحد النوت والكمانجات نفسها، الأقواس، الأوتار، هتلاقوا عليه كل حاجة تخص الكمانجا. وإن شاء الله يعني أنا بخطط إن هو يكون أكبر موقع ليه علاقة بالكمانجات في كل حاجة، ولكن هو في الأساس أنا عامله على أساس أنه يكون أكبر أكاديمية لتعليم الكمانجة. بس الموقع ما تدخلش عليه دلوقتي لأنه هو لسه تحت الإنشاء، فهتلاقي في موقع بس هتلاقيني لسه بظبط فيه، فما تدخلش عليه دلوقتي، أصبر لما أخلص التصميم بتاعه. تعرفين قصة كبيرة يعني، برضو زي ما بقولك كده اللي فاهم في المواضيع دي هيعرف أن الموضوع فعلا متعب. فأنا شغال على الموضوع ده يعني بإذن الله في خلال أسبوع كده أو أسبوعين، يعني هشتغل عليه 24 ساعة. هتلاقوني في خلال اسبوعين كده ولا حاجة قمت جاي اعمل لكم فيديو ونتكلم بقى عن الموقع وندخل مع بعض الموقع ونشوف كل حاجة فيه. في حاجة تانية وهي الكورسات. انت دلوقتي طالما شفت الفيديو ده انزل بقى سجل في اللينك اللي تحت، هيبقى ليك اول سيشن مجانا، وبعد كده هتستفيد بخصم حلو. هو اصلا انا عامل الكورسات باسعار عبيطة خالص، يعني عامل الكورسات باسعار يعني ولا حاجة، عشان اشجعك انك تتمرن واشجعك انك تتعلم. فادخل سجل في اللينك اللي تحت وهيكون ليك اول حصة فري تماما. وانا عامل الموضوع ده عشان لو انت حابب تجرب انك تشتغل معايا اونلاين، بس يعني حاسس انك ممكن ما تستفدش قوي اونلاين او مش عارف الموضوع هيتم ازاي، فانا عامل لك اول حصة فري بحيث انك تجرب وتشوف الموضوع ده هيجي معاك تمام، وانا عارف ان هو هيجي معاك. مش هيجي معاك يبقى انت ايه كده كده ما خسرتش حاجه. في حاجه كمان وهي موضوع الانضمام للقناه. انا هبدا ان شاء الله من اول الجمعه اللي جايه هيبدا بقى ينزل دروس على القناه للناس المنتسبين، فهتلاقي تحت في زرار مكتوب عليه الانضمام، دوس عليه اختار المستوى اللي يناسبك. ومن اول الجمعه اللي جايه هنبدا بقى دروس الكمانجا بشكل يعني بص تفصيلي ومن الصفر، وهتحس ان انا قاعد معاك بقى اللي هو كورس فعلا. واخر حاجه بقى للناس اللي من اسكندريه، انا ان شاء الله قريب هعمل حفله في المكان بتاعي. انا كنت هعمل الموضوع ده قبل كده بس اجلته عشان اللي يكون بيمتحن بقى واللي يكون مسافر واللي مش عارف ايه يكون رجع، فهنعمل حفله كده وكل واحد هيجي هيكون ليه هديه حلوه. فبرضو استنوا الفيديو بتاع الحفله ده هقول لكم عليه بالظبط الميعاد امتى، بس يعني استنوه. ليه بقى بقول بدايه مثاليه؟ لان من النهارده المكان بتاعي مفتوح، اي حد محتاج انه يحضر معايا انا موجود في الاستوديو بتاعي، وبالمناسبه اسمه كروماتيك، وعملت له موقع والموقع هيبدا يظهر لكم برضو في خلال يومين ثلاثه كده. فيبقى احنا كده عندنا موقعين، عندنا كروماتيك وعندنا violinschool.art. طيب من النهارده المكان بتاعي مفتوح لاي حد عايز ياخد كورس كمانجا وموجود في اسكندريه. انا فتحت المكان بتاعي وهتلاقي التفاصيل بتاعت كل حاجه موجوده في الديسكريبشن، هتلاقي الصفحه بتاعته وهتلاقي الانستجرام. فما تنساش ان انت تدخل على اللينك اللي تحت عشان تستفيد بالحصه الفري وتستفيد برضو بالخصم، لان اللي هيسجل في اللينك ده هو ليه خصم مدى الحياه. فانزل سجل في اللينك اللي تحت لو حابب تتواصل معايا، هتلاقي كل حاجه موجوده. عايز تكلمني شخصيا ابعت لي رساله على الانستجرام، ما تنساش بقى انك تحط لي كومنت كده، يعني عايد عليا يا راجل، يعني ما يصحش يعني، ده احنا اهل حد. واشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.